السلام عليكم متابعي الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكل المتابعين أينما كنتم. إذا كنت جديد في القناة فضلا وليس أمرا اشترك ليصلك كل جديد. مرحبا بكم إخوتي ومتابعي الكرام. كما تلاحظون ولاحظتم في عنوان الفيديو، سعر عملة سويت ايكونومي أو سويت كوين، كما تحبون سموها كما تحبون إخوتي. المهم، سعر العملة حاليا قد انخفض إخوتي في اليومين الماضيين، انخفض سعر العملة. شاهدوا معي سعر العملة حاليا وب0.012 لكل واحد سويت كوين، بانخفاض بنسبة 5%. 5%، نعم، انخفاض. كان سعر العملة منذ يومين أو 3 أيام كان 0.014، وهو حاليا بين الانخفاض والارتفاع. شاهدوا معي على المباشر. دائما البيتكوين هو الذي يؤثر، دائما البيتكوين هو السبب، دائما البيتكوين هو المتهم الكبير في جر العملات الرقمية معه. إذا انخفض البيتكوين ستتخفض كل العملات الرقمية إخوتي. المهم، البيتكوين، الإشارة البيتكوين قد معذرة، قد انخفض في اليومين الماضيين وسجل بعض الخسائر، سجل بعض الخسائر. وحاليا البيتكوين هو بسعر 17 ألف دولار لكل واحد عملة. البيتكوين دائما ينخفض عند يقترب من 16 ألف دولار، وبعدها يرتفع ليقارب 22 ألف دولار، يعني أعلى مستوى، أعلى رقم وصل إليه نهاية هذه السنة هو 24 ألف دولار، وبعدها عاود الانخفاض. شاهدوا معي البيتكوين حاليا في انخفاض بنسبة 3.7%، الشيء الذي يؤثر على أغلب العملات الرقمية. المهم إخوتي، هذا الانخفاض والارتفاع قد ساعد في المتداولين إخوتي. نعم، إذا كان هذا الانخفاض يعني سبب الخسائر الكبيرة لعدد من الأشخاص، فهو سبب العديد من الفوائد لبعض الأشخاص الذين يقومون بشراء العملة. مثلا تقوم بشراء العملة حاليا، إذا أردت التداول تشتري العملة حاليا بسعر 17 ألف دولار، وتقوم بالبيع عند 18 ألف دولار، وتأخذ الأرباح الخاصة بك، يعني أرباح التداول بشكل سهل. المهم، هناك العديد من الأشخاص يقولون أن البيتكوين سوف ينخفض إلى 5000 دولار، يقولون أن البيتكوين سوف ينخفض وينهار إلى 5000 دولار، ولكن لا أعلم، لا أحد يعلم. يقول لك يعني يجي يقول لك إن البيتكوين سوف ينخفض ويرتفع، هذا شيء غير معروف. هذا هو السوق كبير إخوتي. سوق البيتكوين هو أول عالميا، يعني بسعر 2 تريليون دولار، يعني 2000 مليار دولار. البيتكوين يوجد 2000 مليار دولار من عملة البيتكوين حاليا في العالم، 2000 مليار دولار تتداول بشكل عادي. المهم إخوتي، كان فيديو هذا الفيديو فقط بسيط لشرح ماذا يحصل لعملة السويت كوين وعملة البيتكوين حاليا في سوق العملات الرقمية، وما مدى تأثيرها على العملات الرقمية. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك لتحفزونا لنأتي لكم بالجديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.